ومن هنا نتصل بمشروع فكرنا في القرن الأخير، أصوله الحضارية وقضاياه المعاصرة، وهو مشروع لمست من سعلال سعادته وفرحه به وتشجيعه على المضي فيه، ولنا بإذن الله حديث عنه في الجلسة الختامية تكون أكثر بيانا. كما تعلم نعقد اليوم مؤتمرنا السادس للعلوم الإنسانية والاجتماعية للباحثين، ويستمر 3 أيام إلى يوم الخميس، وعنوانه كما تعلم هو فكرنا في القرن الأخير أصول الحضارية وقضاياه المعاصرة. هذا المؤتمر معني بمشروع بحثي معين يريد أن يؤرخ للحضارة وللفكر العربي الإسلامي من خلال مفهوم المدركات الجماعية، يتتبع حضور هذه المدركات، حضور ويرصد النسق المعرفي للحضارة العربية الإسلامية، ومن هنا الحديث عن الأصول الحضارية لفكرنا في القرن الأخير. منذ أن عرفنا الإسلام والديانات الإبراهيمية في إقليمنا الكبير، ويستمر المفروض في أيضا دورتين إذا ربنا يسر قادمتين سنويتين خاصة بهذا، ناهيك بالحلقات النقاشية والمؤتمرات التي تعقد في هذا السياق، وهذا كله يعزز أيضا جهود القائم الآن بعد توقيع بروتوكول مشترك للتعاون بين جامعة محمد الخامس والأستاذ خالد الحسن وبالتنسيق مع اتحاد جامعات العالم الإسلامي لتأسيس كرسي الحضارة الإسلامية، كله يصب في تدعيم هذا الجهد. كما تعلم أيضا نحن أسمينا هذه الدورة دورة محمد علال سناصر احتفاء بالرجل وبعطائه لفكرنا العربي الإسلامي وللمغرب بشكل خاص، وخاصة لما يمثل هذا الرجل من موقف فكري ومن رؤية ثقافية ومن سيرة نضالية. هذا الرجل اللي هو اطلع في فترة من حياته بالتخطيط للفلسفة والفكر على الصعيد العالمي عندما كان مسؤولا عن شعبة الفلسفة في اليونسكو. هذا الرجل الكبير الذي شغل منصب وزير ثقافة ل3-4 سنوات في عهد الحسن الثاني رحمه الله، والذي شغل أيضا عمل كمستشار للحسن الثاني رحمه الله ولفترة لمحمد السادس الله ينصره. هذا الرجل يؤمن بأنه لا نهضة لأمة من الأمم إلا بلغتها، ولا نهضة لأمة من الأمم إلا بثقافتها الوطنية التي تكون أساس للتعامل المجتمعي بما فيه الاقتصادي وغير الاقتصادي. من هنا الاحتفاء بهذا الرجل، أيضا احتفاء بموقفه الذي أيضا يعبر عن تطلعات المغاربة جميعا ضد الاستعمار، وثقته بأنه المستقبل الأمة العربية والمغرب يمر بإنهاء المشروع الاستعماري في فلسطين. تصبيحي في درع من المؤتمر لسعلال سناصر، وهي أسرة طيبة في سلام، ولكن لم تبقى في سلام. وأنا هو في السويس الآن يمكن ولا في لا بوسي مشاعر فلسطين. نتقدم بالشكر للدكتور ولكل الشعب المغربي ملكا وحكومة وشعبا.